إعداد مشروع ميثاق أخلاقيات الإدارة في المؤسسات بهدف تحسين أداء الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة هو ما أعلن عنه الوزير الأول على هامش اليوم الدراسي حول الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية. قامت العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية بوضع مداونة أخلاقية خاصة بها، غير أن هذه المواثيق والمدونات ستبقى دون جدوى ما لم تعزز بآليات للرقابة ومتابعة التنفيذ. وسيكون هذا الميثاق بمثابة دليل يلتزم به كل عون عمومي. إعداد الميثاق سيكون على ضوء مجموعة من المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عن اليوم الدراسي من خلال تبادل المعارف بين الأكاديميين والخبراء. الاعتبار للعمل الإداري، الرقي بالمؤسسة كمؤسسات تجمع موظفين عمال إلى آخره وعندها دائما قيمة مضافة في السوق، الاستثمار دائما في العنصر البشري من ناحية التكوين والأداء وما إلى ذلك، ثم إعادة النظر في تركيبة المال في المجتمع، لأنه المال خلق لنا مشاكل بتراكمات النظام السابق، المال الفاسد، المال اللي ما نعرفوش من خرجه إلى أين يذهب. تجسيد ميثاق لأخلاقيات الإدارة في المؤسسات الجزائرية من شأنه المساهمة في وضع حد لبعض الممارسات السلبية التي ارتبطت بتسيير المرفق العام وأدت إلى إضعاف الثقة بين المواطن والإدارة.